يعني يا ابو الزحزيه. يعني بس لا مرتي على الفاضي يا غبي يا حبيبي، شيء خليك ذكي يعني. جيب يا فزع يا اخوي، معليش التمنى. اقول لا تونك تمنى يا اخي والله معلش. هذا كله عشان اقسم بالله لو يطلع اخوي اللي يلعب بلطمت يا زحة. اسمع ان شاء الله هيا في وينك. هذا كيفك يعني كيف؟ السلام عليكم اخي. عليكم السلام السلام. اخبار علو طيبين؟ بخير الحمد الحمد لله لله. طيبين. انجعل ادعم يا كنه كبير ذاك السمو. كم يوم ها؟ شو ما تسمعوني؟ شو تمسكوا كل ما تسمعوني؟ اقول لكم ما تسمعوني. كنه كبير ذاك اللي لك السمو يا عيال. لا تضحك يا ابو نامق.